الشعب الجنوب لقنهم درس لن ينسوه ان شاء الله، وتقدموا في مواقع عديدة، وهم اليوم بحالة سيئة، ونحن بإذن الله أن نوعدكم بالوقت القريب أن نخرجهم من مواقعهم ونطاردهم، ولا لهم بقى في الجنوب مهما كلفنا الأمر. فنحن معنا شعب الجنوب، شعب الجنوب. في يومنا هذا يوم الخميس، اليوم كانت معركة هجومية لنا لصدق الهجوم على ميليشيات الإصلاح من كل الاتجاهات من كل المحاور، وتم السيطرة على بعض المواقع والتباب وخسائر دبابات حق العدو إخوان المسلمين من عربات ودبابات، وأكثر القتلى والجرحى من مأرب ومن صعدة ومن عمران بالعشرات اليوم، ولحنا شفناهم بأعيننا من عمران ومن صعدة
ومن معرب اللي جاوا اليوم ليجيبوا الشمال كله والله بنحن حرق ابوه منه علي محسن واعوانه بنحرق ابوه داخل الشيخ سالم وداخل شقره وداخل غار الكلاسي انها نهايه ابوه منه ليجيبوا الجيش حقهم كل ما جابوا اعتاد كل ما جابوا جيش كل ما جابوا قوه نحرقها ونحرق ابوها بقبرته هنا بقبر ابوهم داخل الرمله هذا لا يمكن يتقدموا حتى متر واحد الا على جثتنا الله اكبر والنصر الله